قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الحسين عليه السلام يأذن لأصحابه بالانسحاب وهو يقول: ليس عليكم مني ذمام، وهم متعلقون به مصرون على الجهاد معه. قمة المواقف الإيمانية البطولية. لقد خشي الأمويون أن يمتد تأثير الأنصار في مجتمعاتهم وعشائرهم، كما صنع حبيب مع حي من أحياء بني أسد. لهذا ضربوا طوقاً حصيناً لمنع الناس من الوصول إلى الحسين. فالحر أول خارج على الحسين عليه السلام، وأخيراً شملته العناية الإلهية، فحظى بالسعادة الأبدية التي ليس فوقها سعادة. بعد الحملة الأولى ومقتل أكثر أصحاب الحسين عليه السلام، خرج الحر رضوان الله عليه إلى الحرب، وخلفه زهير بن القين يحمي ظهره، فقاتل هو وزهير قتالاً شديداً، فكان إذا شد أحدهما فإن استلحم شد الآخر حتى يخلصه، ففعل ذلك ساعة، والحر يرتجز: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعراضكم بالسيف، عن خير من حل بلاد الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. جال الحر على فرسه، فرماه أيوب بن مشرح الخواني بسهم فحشأ فرسه، فما لبث أن رعد الفرس واضطرب وكبى، فوثب عنه الحر كأنه ليث والسيف في يده، فأخذ يقاتل راجلاً، وبقي الحر يدير رحى الحرب وحده ويحصد الرؤوس ويخمد النفوس، حتى قتل في حملته الأخيرة 80 فارساً من أبطالهم، فضج العسكر وصعب عليهم أمره، فنادى ابن سعد الرماة والنبالة فأحدقوا به من كل جانب حتى صار درعه كالقنفذ. هناك اتقدت نار الغيرة فؤاده، ووقف وقفة المستميت، وأخذ يكر عليهم راجلا، إلى أن سقط على الأرض وبه رمق، فكر عليه أصحاب الحسين عليه السلام واحتملوه حتى ألقوه بين يدي الحسين عليه السلام، فجعل الحسين عليه السلام يمسح الدم والتراب عن وجهه ويقول: ما أخطأت أمك إذا سمتك حرة، أنت الحر في الدنيا والحر في الآخرة. ثم استعبر عليه السلام.